أهلا بكم، اشتركوا في قناتنا لتصلكم كل الأخبار الرياضية لحظة بلحظة في تغطية خاصة لمباريات كأس العرب قطر 2021. والآن لنبدأ. يفتح استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان أبوابه لاستقبال أولى مواجهات دوري ربع النهائي في كأس العرب 2021 بين المنتخب التونسي والمنتخب العماني. وقد حسم منتخب تونس تأهله إلى دور الربع النهائي بعدما خطف بطاقة التأهل الأولى من المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، في حين حصل منتخب عمان على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط. وفيما يلي إليكم موعد مباراة تونس وعمان في أولى مواجهات ربع نهائي كأس العرب 2021، وذلك إن شاء الله يوم الجمعة الموافق لعشرة ديسمبر 2021، وستقام على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان، وستنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 3 بتوقيت غرينتش، 4 مساء بتوقيت تونس والجزائر، 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت الدوحة والسعودية، 7 مساء بتوقيت سلطنة عمان والإمارات. وستنقل مباراة تونس وعمان على قناتي بين سبورتس HD1 و HD2 وبقناة صوتية واحدة، كما ستنقل على قناة الكأس القطرية. حظا موفقا للمنتخبين. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.